على فكرة، حاضر اتفضلي. لو أم دايما ما تتعاملش مع أولادها إلا بشتيمة وكلام وسخ، خلت الناس كتير تبص لأولادها بسبب الكلام اللي هي بتقوله، وماما كويس. تتكلم معاها خلتنا ما يعني يعني ما عناش عارفين نتعامل معاها اتجوزتي يا إزاي. كريمة؟ نعم اتجوزتي؟ أيوة أنا اتجوزت وخلت كلنا متجوزين، حلوة بس قوي حلوة قوي. هي بتشتمك قدام الناس ولا بينك وبينها؟ ما بتشتكيش، ها؟ بيسمع للناس بره والناس كتير يا بتسمع كوكو علينا يا بسبب كوكو كلامنا. اسمعيني يا كوكو اسمعيني يا كوكو اسمعيني. انت لما ترفعي سماعة التليفون وتقولي لها سلام عليكم يا امي هتشتمك؟ لما بروحوها عند الشيخ قعدت تطردنا. سيبنا من المروحة دلوقتي. الله يهديكي. انا بسأل سؤال، انت لما ترفعي سماعة التليفون ازيك يا امي عاملة ايه اخبارك ايه بتشتمك؟ خلينا عايزين ايه؟ ايه؟ حلو عايزين قوي، ايه؟ عايزين نسمع صوتك وسلام عليكم يا امي. تعرف تعملي كده انا شايله منها بسبب حاجه. يا كريمة؟ يا كريمة اسمعيني، يا كريمة اسمعيني اتفضل يا شيخ. تاني اهو اسمعيني. حضرتك هتعملي اللي اقولك عليه، هترفعي سماعة التليفون كل يوم يوم ويوم 3 ايام حسب ما نفسك تطيق. السلام عليكم ورحمة الله، ازيك يا ماما؟ ايه اللي مخليك تتصلي يا بنتي 60 والله بطمن عليك يا بنتي، كويسة؟ طب الحمد لله ان ربنا سمعنا صوتك على خير، اشوفك على خير، سلام عليكم. واخلي التهزيق مرة واحدة في السنة، اخلي ان انا اروح لها علشان تطردني وتهزقني وتقل بيا مرة واحدة في السنة. اذا استطعت مرة واحدة في الشهر حسب ما نفسك تطيق خلاص، لكن ما اقدرش اديكي فتوى بقطيعة الرحم لخاصة لامك ولا بخصام امك يا